أبحر العمانيون من المواني العمانية خلال قرون. تقاليد قرون تمتد وراء سالم مبارك وابنه علي. لأكثر من 1000 سنة نقل أجدادهما من رجال البحر كنوز العالم على امتداد الساحل الإفريقي وعبر المحيط إلى الهند، ثم باتجاه الشرق إلى الصين. امتدت ممتلكات عمان في إحدى حقب التاريخ إلى ساحل إفريقيا الشرقية وزنجبار وبلوكستان. خرج التجار والمبعوثون إلى العالم، واتجه أحدهم غربا إلى الولايات المتحدة قبل أكثر من قرن. لكن العالم عرف القليل عن عمان. وانتظر الشعب العماني التغيير الذي قدر له أن يحدث. إن حضارة هذا الشعب وشخصيته صاغها البحر والجبل والأرض الوعرة ورمال الداخل، كما صاغهما التاريخ والتقاليد. وانتهى الانتظار. بالنسبة لعلي بن سالم مبارك، هذا وعد ببداية جديدة وتاريخ جديد مجيد. ففي يوليو عام 1970 فتح جلالة السلطان قابوس أبواب عمان للعالم، فنشأت عمان جديدة في البحار والصحارى والجبال. حدث التغيير باعتلاء جلالة السلطان قابوس عرش البلاد في يوليو عام 1970. فرض التحدي على شعب عمان لكي يتوافق بمنجزاته مع كل ما حققه أجداده. يكمن هذا التحدي إلى حد بعيد في جيل عمان الصاعد، فتقع على كاهله مسؤولية المستقبل والمضي قدما في سياسة التقدم التي رسمها جلالة السلطان قابوس. بالنسبة لعمان، فالوقت وقت بناء ونمو وعلم، وقت تدريب جيل المستقبل. في الأعوام التي سبقت عام 1969 كان في عمان 3 مدارس فقط، وكان عدد الطلاب 900 طالب، ولم يكن التعليم يلقى أي تشجيع. في عام 1970 خطى التعليم خطوات جبارة، فخلال 5 سنوات أي حتى عام 1975 ارتفع عدد المدارس إلى 163 مدرسة، ووصل عدد الطلاب إلى 49229 طالبا، منهم 12378 طالبة. من المتوقع أن يتوفر التعليم الابتدائي لكافة أطفال عمان بنهاية العقد الحالي، ويجري حاليا فتح مجالات التعليم الإعدادي والثانوي على مصراعيها. إن مجال التعليم هو أكثر المجالات تجليا لمدى التقدم في عمان. الفرص متاحة بالتساوي للجميع، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، في كافة أرجاء السلطنة. فاليوم في عمان الداخل إلى أطراف الصحراء، من منطقة العاصمة مسقط إلى ضفار الجنوبية،
من الجبال وساحل الشرقية إلى ساحل الباطنة الخصب، يجري تلقين الأطفال المعرفة التي ستهيئهم لبناء مجتمع جديد. تحية قلم تحضير دلم. تحية سلطنة عمان حرة. تحية تحية تحية. يعيش جلال سلطان بعظم. يعيش يعيش يعيش. إن عدد المدارس والتلاميذ في تزايد مستمر. لا يشكل العجز عائقا دون الدراسة. نشاهد هنا صفا للصم، انه مثال رائع للشجاعة والمثابرة. نرى في عيون الأطفال صورا لعمان جديدة وانعكاسا للنمو والمطامح التي تلت عام 1970. يرغب سعيد علي في أن يصبح مهندسا بتروكيميائيا. هنا في مركز تدريب شركة نفط عمان تنمى مهارات المهنيين في دورات تدريبية لتؤهلهم للقيام بمسؤوليات أكبر في مهنهم. محمد علي مثلا سيسافر إلى المملكة المتحدة أو هولندا حيث يتلقى تدريبا متقدما. أما خميس سالم فسيعود إلى حقول النفط. عرفت هذه المنطقة ذات يوم بسيح المالح. اليوم يعكس ميناء الفحل نمو أهم المصادر الطبيعية في عمان، فعبر مسافة 320 كيلو مترا يضخ النفط، وهو من أهم صادرات عمان، من حقول فهود وعبر الجبال بواسطة أحدث نظام لضخ النفط في العالم إلى ميناء الفحل حيث يتم تصديره. بوسع محطة ميناء الفحل أن تستقبل ناقلات بترول تصل حمولتها إلى 500,000 طن. يطمح محمد رضا في أن يصبح مهندسا. قد يسهم في شق الطرق عبر السهول والجبال، فيربط بذلك بين كل مناطق السلطنة. في الصحراء والسهول قد يبني المدن الكبرى التي ستشكل وجه عمان الجديد. اختارت عالية وعبد الله ان يصبحا طبيبين. قبل عام 1970 لم يكن في عمان سوى ابسط انواع الخدمة الصحية. اما اليوم فقد تم بناء المستشفيات الحديثة والعيادات والمستوصفات في المناطق الريفية. الهدف هو أن يصبح العلاج الطبي مجانيا ومتوافرا لجميع العمانيين كما هي حال التعليم. إن انتشار الخدمات الطبية يصحبه تزايد في الحاجة إلى أفراد مدربين على مكافحة الأمراض والعدوى. إن أمثال عبد الله وعالية من الطلاب يقبلون التحدي وسوف يصبحون أطباء وممرضات الغد. يتمنى عبد الله خميس أن يتخذ الطيران مهنة له. ربما يقوم يوما بقيادة طائرة كهذه. إنها تابعة لإحدى شركات الطيران الدولية وتهبط في مطار الصين. هذه الطائرة تجلب الرجال والنساء من كافة أقطار العالم
ليشاركوا بقدراتهم الفنية وخبراتهم مع الشعب العماني. طائرات كهذه تقل العمانيين إلى الخارج، منهم السائح ورجل الأعمال والإداري والموظف الحكومي والطالب. يتلقى غالبية العمانيين دراساتهم العليا في الأقطار العربية المجاورة والبلدان الصديقة، حيث يدرسون في جامعاتها وكلياتها ومعاهدها الفنية. فقد اضطرت شادية للدراسة في الخارج، شأنها في ذلك شأن سائر العمانيات، والآن عادت إلى وطنها لتساهم بخبرتها ومعرفتها في تعليم أبناء جيلها. إن التدريب ليس للمعلمين فحسب، بل هو أيضا لمدربي التطوير الاجتماعي الذين يقومون بالتدريب والإرشاد، ويلقى هذا الموضوع اهتماما بالغا. يجري تشجيع المرأة على الإقبال على العلم. إن استمرار التعليم يتجلى في البيت كما هو في المدرسة. من النسوة من اخترنا طريق التجديد. رحات تبه دورة تاهية كتفين تح. في مدرسة الشرطة بالقرم تراقب السيدة وضحى أحمد مسعود المجندات الجديدات اللواتي يشكلن الدفعة الأولى من الشرطيات في شرطة عمان السلطانية. إنها وأخريات مثلها يبرهن على أن التقاليد لا تشكل عائقا أمام المرأة في عمان الجديدة. مدرسة قوات السلطان المسلحة في غلا. أين تقع سلطنة عمان؟ تقع سلطنة عمان في أقصى شاف شبه الجزيرة العربية، وتحدها من الشمال دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الجنوب الجمهورية الشعبية اليمنية الشعبية. في جنوب عمان بعيدا عن صلالة والسهول تقع جبال ظفار، أرض البخور القديمة. هنا في أطراف الصحراء ركزت الحكومة نشاطاتها على التنمية السلمية خدمة لمصلحة أهل المنطقة. في مدينة الحق تتجه 40,000 رأس من الماشية إلى موارد الماء التي هيأتها الحكومة. لقد تم تأمين الخدمات الصحية والتعليمية والمائية لمساعدة أهل الجبال على تحسين أحوالهم المعيشية. التعليم له الأولوية القصوى، إذ أنه أساس التقدم والتطور وأضمن وسيلة لتحسين مستوى معيشة الشعب العماني. ويحق لأهالي ظفار الاشتراك في تنمية بلدهم. ويحق لهم الاشتراك في التنمية تحت شعار الحرية والوحدة الوطنية والمحافظة على القيم العربية والإسلامية. الله أكبر الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن التقاليد والقيم الإسلامية تمثل بالنسبة للجميع القوة والتراث للشعب العماني. الجبل الأخضر يقع على سلسلة جبال الحاجر الغربية، بالقرب من قمة الجبل الأخضر تقع قرية سيق. حيث يمتد نظام ري عمره 2000 سنة، انه نظام الافلاج. الشيخ سعيد في قرية سيق في حديث مع ولده سلام، يتحدث عن المدرسة الجديدة وفرص التعليم والخدمة. سيتوفر للجيل الجديد الفرصة ليتعلم، تلك الفرصة التي حرمت منها الاجيال السابقة. ستذهب شقيقة سلام إلى المدرسة يوميا. سيعمل ابنه بجد ويدرس بنشاط. نزوة التي كانت عاصمة عمان وأكبر مدن عمان الداخل تفخر بتراثها وتقاليدها. يريد خالد الغيلاني لابنه ثقافة مبنية على المبادئ العلمية، ثقافة تتيح للفرد حرية الاختيار لتطوير مستقبله. أرى أن نبتدي في التعليم من النقطة التي وصل إليها الآخرون، وأن لا نكرر الأخطاء التي وقع فيها الغير في هذا المجال، وأن نستعين بأحسن الخبرات ونتابع ما يستجد من أفكار، ثم نخطط تخطيطا سليما كي نطور التعليم. يجب أن نأخذ من الحضارة ما يساعدنا على تطوير مجتمعنا من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصناعية والزراعية، ومن ثم ترك العادات والتقاليد التي تضر بها. كما يجب أن لا تبعدنا الحضارة عن تقاليدنا وحب وطننا وعن ديننا وعادتنا المتمثلة في حب الوالدين وإطاعتهم واحترام الصغير الكبير والتعاون من أجل المصلحة العامة. يجري التخطيط المستمر في وزارة التربية والتعليم لتلبية احتياجات عمان من الثقافة. لقد تم تمويل وتنظيم الإشراف على كافة المؤسسات التعليمية والثقافية بعد دراسة وافية، كما تم وضع منهاج جديد لها. ونظرا للتوسع في الخدمات التعليمية والتخطيط لها، فإن الحاجة تدعو لاستخدام المعلمين وبناء المدارس وتنفيذ السياسات الجديدة. الهدف هو تطوير واستحداث نظام تعليم قومي. التعليم لا يتأتى عن طريق المدارس فحسب، بل يمكن الحصول عليه ايضا عن طريق صقل المهارات الموجودة بتوفير التعليم اثناء الخدمة. تقوم الحكومة العمانية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة اليونسكو وبرامج الامم المتحدة للتنمية ودول صديقة اخرى بإجراء تجربة فريدة في نوعها، نظام تكميلي للتعليم غير الرسمي يدعم النظام الرسمي الموجود حاليا. فالأهداف غايتها تلبية احتياجات المجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وتطوير الطاقات البشرية التي سترفع من مستوى معيشة الشعب العماني. من بين الذين سوف يفيدون من هذا المشروع حمدان وسيم في نزوة. عاشت عائلته على هذه الأرض لعدة قرون، يرعون محاصيلهم وأشجار نخيلهم. 80% من شعب عمان من المزارعين من أمثال حمدان. شعر هلال وعمره 16 سنة أنه أكبر من أن يذهب إلى المدرسة مع أخيه أحمد،
لم تتوفر لوالديهما فرص التعليم، إلا أنه مزارع صاحب خبرة عملية واسعة. استجاب للأساليب الحديثة في الزراعة التي أدخلتها مزرعة التطوير والتجارب. سيتاح لهم قريبا أن يستغلوا طاقاتهم، فسوف يقام مركز جديد هنا في نزوة، سيتم اعتماد توازن مدروس بين التعليم العام والتدريب الحرفي كجزء من برنامج شامل لتطوير المجتمع والوعي الاجتماعي. سيشترك فيه الآباء والأبناء والأمهات والبنات. سيوجه التعليم بحيث يخدم الاحتياجات الأساسية للمجتمع. لا داعي لوجود حاجز بين الأجيال فيما يتعلق بالمهارات والتعليم. شجيرات الصحراء تتنحى لتحل محلها الأراضي الخصبة لسهل الباطنة. القلعة في صحار شاهد على أيام الماضي، عندما قيل لا يمكن أن تجد على ساحل الخليج أو في كافة بلاد الإسلام مدينة أغنى بالأبنية والسلع الأجنبية من صحار. سيقام مستقبلا في صحار مركز هدفه مماثل لهدف مركز نزوة للمحافظة على تقاليد الحرفيين والصناع المهرة. من بداية متواضعة سيتعلم ابن محمد جمعة الحرفة. في المدرسة الحكومية الفنية في مطرح يتلقى الطلاب دورات تؤهلهم لكسب عيشهم ولأن يصبحوا مواطنين صالحين كفنيين وصناع. في مدرسته في صور التي أطلق عليها اسم أحمد بن ماجد نسبة إلى البحار العماني الذي أرشد باسكو دي جاما إلى الهند، يحلم علي بعالم جديد. لقد فتحت المبادرة والرغبة في التعليم فرصا لا نهاية لها لأبناء عمان، فإن التغير قد فتح قلوب وأذهان الشعب العماني بفضل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس المعظم.